باركتم الآن والأبد آمين. إنجيل هذا اليوم القديس لوقا بيكلم على حاجتين، التوبة والإيمان. وبيكلم لما التلاميذ سألوا المسيح وتلخبطوا لما في ناس ماتت، ف اوعى تتلخبط، اوعى تشك، اوعى تتحير في الإيمان بتاعك في ربنا. يقول لنا كده البولس اللي قريناه بسرعة كده بينبهنا، بيقول لك ما فيش شركة مع غير المؤمنين، ما فيش شركة، يعني ما تتخلطش بيهم. وهي بتحصل هنا اللخبطة والتشكيك من هذا الكلام، بنقعد مع الناس ونحتك بيهم ونتلخبط بيهم كده، فنعرفش الصح من الغلط، نعرفش الصح من الغلط. يقول لك أي اتفاق لهيكل الله مع الأوثان. الأوثان عندهم هيكل، لكن في لخبطة، الحق واضح والغير حق واضح. اللخبطة بتجيلنا من كده، ان احنا بنشوف بنسمع حاجات غلط فبالتالي نتلخبط. عشان كده قال سأسكن فيكم، هو الله، اني سأسكن فيهم واسير فيما بينهم واكون لهم إلها وهم يكون لي شعبا، اللي هو التكريس، تخصيص، بنخصص كل حاجة للحاجة بتاعتها. تلاقي الشركات بتصنع كل حاجة، المنتجات بتاعتها وقطع الغيار للمنتج بتاعها، فالله خصصنا وكرسنا ليه. امتى؟ في المعمودية، كلنا تكرسنا وتخصصنا لربنا في المعمودية، فلا يليق نحن نشترك مع الآخرين، لا يليق أن نشترك مع الآخرين. للأسف بنظرنا بيجي على الآخرين أكتر من اللي عندنا، بيجي على الآخرين وعلى الحاجات اللي مش حلوة اللي مش كويسة فبنتلخبط. بنشوف الميديا فبنتلخبط، بنشوف الأخبار الكتيرة فبنتلخبط. فيقولك اوعى تشترك مع غير المؤمنين، اوعى الحاجات دي تغيرك. بيقول كده ايه اللي يفسد الانسان؟ الطمع، الطمع انه بيبص للحاجة اللي عند غيره، او تعظم المعيشة، عايز حاجة احسن من اللي انا فيها، اللي هي تساوي ايه؟ عدم الرضا. عدم الرضا يعني ايه؟ يعني انت مش راضي باللي ربنا بعته لك، انت مش عاجبك اللي ربنا ادهولك، عشان كده طمعت في حاجة اخرى، اللي هي نرجع للخطية الاصلية بتاع سقوط الشيطان، اللي هي ايه؟ انا مش عاجبني اللي انا فيه، انا عايز اكون اعلى من الله او زي الله، اكون زيه، انا مش عاجبني اللي انا فيه ده، وده سبب السقوط، الكبرياء، سبب سقوط الشيطان الكبرياء، الطمع، عدم الرضا. وده اللي بيوقعنا في مشاكل كتير وخطايا كتير، ومنها مشاكل مع ناس كتير بتقع في ديون. ليه؟ مش عاجبه، مش راضي باللي هو فيه، شايف للآخرين، متلخبط، متلخبط. ده هو حتى الكاثوليكون بطرس الرسول بيتكلم المتغربين في الشتات، يعني اللي محتكين بناس تانية بالعالم الآخر، مش قاعدين وسط الكنيسة، بره الكنيسة. عشان كده يقولوا لنا على الأقل، على الأقل نحضر مرة واحدة لما الكنيسة تكون مفتوحة في الأسبوع، لأن الأسبوع كله كتير، 6 أيام بتعامل مع البشر وبشوف حاجات كتيرة، آجي في يوم وأقعد مع ربنا أتنقى وأسمع الوصايا من الكتاب المقدس وأكلم ربنا وأصلي. وده كان الهدف من الوصية بتاعت التخصيص يوم الرب، اليوم اللي انت بتجهز فيه وتقعد مع رب تتنقى فيه، زي اي انسان عادي كده او واحدة مجتهدة بتشتغل 6 أيام واليوم السابع بترتب البيت بتاعها وترتبه عشان بقية الأسبوع مش فاضية، فبتتخصص يوم للبيت. او الانسان اللي بيشتغل، الراجل بيشتغل بيخصص يوم للبيت للمشاوير والاحتياجات بتاعت البيت. هو ده اللي كان عايزه ربنا، تخصص يوم تقعد معاه عشان ما تتلخبطش من كتر القعدة مع العالم والمشاكل بتاعت العالم والأخطاء الآخرين، بتلخبطنا وتغير وتشككنا في ربنا. لكن بيقولك الكلام ده بيتحول لفرح، امتى بقى؟ في الطاعة، لما اسمع الوصية واعمل الوصية،
اسمعها واعمل بالوصيه. ولكن هم فرحوا بتيتوس اللي جالهم، احنا فرحانين بيه وجودنا معاهم، وجوده معانا هو ده اللي هيشجعنا ويغيرنا ويخلينا نكون مع ربنا. فنفرح مع بعض، نفرح بالقديسين وسطينا، نفرح بكلمة الله وسطينا. لما تقعد مع حد ياريت تفتح الكتاب المقدس ونقرأ، تعالوا مع بعض نجمع، نحط نجمع المسيح معانا، لكن ما نقعدش نحكي في حاجات أخرى ومشاكل العالم والأضرار والضيقة والمشكلات بتاعت العالم. لكن تعالوا لما نقعد مع بعض نتكلم عن ربنا. شوفوا سير القديسين الجميلة، لما كنا نتكلم عن الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، لما تقابلوا مع بعض بيعملوا إيه؟ بيحدثوا، بيكلموا بعض بخيرات الله وبالعظائم ربنا والمعجزات اللي بيعملها معانا. دي الحاجات اللي احنا عايزين نتعلمها، نقعد مع بعض نتكلم مع بعض عن ربنا، او نصلي مزمور سوا. تعالوا نجمع بدل ما نقعد مع بعض 3-4 ساعات ونتكلم في حاجات العالم، تعالوا نصلي مزمور على الاقل ونقرا اصحاح حتى من الكتاب المقدس. يبقى انا حطيت ربنا وسطينا، اسمع وصيه، وبعد كده نكمل. بدايه ربنا وسطينا هي لما تلخبطناش. عشان كده تعلمنا الكنيسه بدايه كل عمل اصلي ادخل ربنا. في ناس قديسين عايشين وسطينا ما حبش يعمل حاجه جديده الا ما يدخل ربنا. لما يجيت بيت جديد يقول انا هدخل ربنا قبل ما استخدمه، يجيب عربيه جديده ناس تيجي الكنيسه الاول لازم ادشنها وربنا يبارك فيها، يبتدي هو حياتي مع ربنا، ادخل ربنا في حياتي. فيبتدي حياه جديده، نبتدي معموديه، نبتدي اي حاجه جديده ندخل ربنا فيها عشان ما نتلخبطش مع الاخرين. بنستغرب على الناس لما فجأة كده يبقى في مشاكل ونسألهم انتوا اتخطبتوا؟ مين صلّاكوا على الدبل؟ يقولك مفيش كده، بقت زيك زي العالم، اي حد كده يلا نبتدي مع بعض وتحصل المشاكل. لكن لما ندخل ربنا في الاول شيء طبيعي هتحصل مشاكل. اروح لربنا بقى، يا رب مش انت اللي دخلتنا، تعال حل وسطينا، حل المشاكل اللي بيننا. لكن للأسف بقينا زي العالم متشبهين بيهم ونختلط ونعمل زيهم. في التسبيحة في تكرار جميل، هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. خد الحاجات الوحشة اللي عندنا وادانا الحاجات الحلوة اللي عنده. ده إمتى؟ لما أروح لربنا وابتدي حياتي معاه عشان ما اتلخبطش وأعيش مع الآخرين. ربنا أعطينا حياة الإيمان وحياة التوبة عشان نكون ماسكين في ربنا ونعيش معاه ونتلخبطش مع الآخرين ومع العالم. ولا ربنا المجد دائما أبديا، أمين.